Allah Rahman Rahim. Today, let's go to the second part of chapter 8. We'll talk about the cost flow assumption, inventory cost flow assumption. We have four methods to deal with this issue. أربع طرق للتعامل مع الكوست فلو. إيش القصد بالكوست فلو؟ في عندي specific identification وهذه ما راح نتطرق لها لأنها تتعامل كل منتج بسعره. راح نتحدث عن الافرج، الفيرست ان فيرست اوت، اي الوارد اولا صادر اولا، اللاست ان فيرست اوت، الوارد اخيرا صادر اولا. وين الاشكاليه؟ الاشكاليه ان لما نجي نتحدث عن انه اشترينا بضاعه، قبل ما تحدثنا عن الانفنتوري كنا بنتحدث عن انه في معانا مخزون والكوست. كيف نحسب الكوست؟ هنا لما يكون عندي مشتريات بعشرين واشتريت بواحد وعشرين واشتريت بواحد وعشرين ونص اشتريت باثنين وعشرين اشتريت مرة ثانية بواحد وعشرين اشتريت باثنين وعشرين، هذه قيمة البيرشاز. لما اتحدث عن المخزون، عن اي بعت بضاعة، الكوست اوف جود سولد، احنا قلنا تعطى معانا الكوست اوف جود سولد انه باع البضاعة الفلانية وتكلفتها مبلغ الفلاني، تعاملنا معها كثير في السلايدات اللي فاتت في تحديد الكوست اوف جود سولد، او في بعض الاسئلة كان بيقول لي بعنا مبيعات وتحتها في جيد ثاني خاصة في البيربيتشوال الكوست. هنا الان في موضوع الكوست، كيف ندخل في تحديد التكلفة؟ هل ناخذ السعر هذا؟ هل ناخذ السعر هذا؟ هل هل هل؟ فتجي عندي الفرضيات هذه. الطريقة الأولى specific identification، إن كل منتج له سعر معين، وهذه تتعامل كثير أو تستخدم كثير في مثلا معرض سيارات. عارف إن عندي 17-20 سيارة، كل سيارة لها سعر، أو عندي معرض مال ذهب، عقد الذهب هذا سعره الفلاني، مشتري بكذا، لما ببيعه بناء على كم اشترى، اشتريته ب 200,000 ابيعه ب 220 او 250، السيارة اشتريتها بمليون اذا راح ابيعها بمليون ومية، هذه اشتريتها بمليونين ومئتين ببيعها مليونين وثلاثمية. كل منتج له سعر خاص فيه سهل تحليله. لكن لما اجي اتحدث عن صاحب بقالة عنده من المنتجات ما لها عدد، من فول، فاصوليا، من حليب، من مشتقات الطبخ الى اخرها، كيف اقدر احدد؟ ما بقعد احسب انه هذا الكرتون الطماطم اشتريته كذا، والكرتون الثاني اشتريته بكذا، كرتون الجبن اشتريته، هذه تكون اعدادها كبيره واسعارها قليله. هذه المنتجات اللي احنا بنتحدث عنها بنعتمد لها يا اما الافرج يا اما واحده من الفايفو او اللايفو. اما سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن يكون عددها قليل المنتجات وسعرها عالي، فنقدر نربط كل منتج بسعره او بتكلفته. صارت المنتجات كثيرة سعرها بسيط، فالأفضل نعتمد على واحدة من الثلاث الطرق اللي احنا بنتحدث عنهم الآن، وبنتعامل معهم أيضا بنفس الفكرة بالنمطين أو السلوبين، البيربيتشوال أو البيريدك. فلما بنتحدث عن الأفرج أو الويتد أفرج في نظام البيربيتشوال، for example company use standard frame size for all picture and شركة تصنيع الإطارات هذه. The physical inventory account at September 30، نهاية الشهر بين لهم ال physical count، العد المادي للوحدات، أن عندهم 1400 وحدة as ending inventory، كمخزون نهاية الفترة أو نهاية الشهر. So use the perpetual average cost method to determine both the cost of inventory and cost of goods sold، كم تكلفة المخزون وكم تكلفة البضاعة المباعة. هذه كلها تيجي تحت ال available، إذا تذكرون ال available goods for sale، البضاعة المتاحة للبيع، يا أما تكون موجودة في المخزن أو تكون مباعة. فراح يتقسم التكلفة على هذول الجانبين. بيربيشوال افريج كوست، وهذه المعطيات في السؤال عندي انه يوم 3/9 او بداية الشهر البيجنينج كان عندهم 1200 وحدة، في 3/9 اشتروا وسعر البيع 24،
يوم 15 اشتروا 500 سعر الشراء 25 21 اشتروا 600 27 29 اشتروا وكان سعر 28. لاحظوا السعر ال في زياد في ازدياد. هاي هذا لما يكون عندي تضخم تتدهور قيمة العملة والأسعار بتزيد بشكل متواصل. وهذه سعرها طبعا لما بضرب الوحدات في سعر الوحدة راح يطلع لي الإجمالي اللي هو 26,000 أو 21,000 and so on. طيب نجي على إجمالي الوحدات اللي اشتروها كلها هذه 1200 زايدا 900 زايدا 500 زايدا 600 زايدا راح تساوي 4050 goods available for sale. goods available for sale كنا بنقول وين بتروح؟ inventory أو sold. وهذا اللي صاير. هذه 4500 جزء منها في المخزون لما قال لي 1400 وأقدر أنا أطلع ال units as units. ها هنا بنتحدث 2650 units sold 1400 remaining in inventory متبقية في المخزون. كل المخزون اللي معاي المتاح 4050 من وين جاية؟ من مجموع هذه الوحدات. لا ما نحتاج النوت الآن بعدين ما نفتح عليها. من هذه الوحدات مجموع المخزون اللي موجود معانا في البداية مع اللي اشتريناهم كلهم مجموعهم 4050. طبعا خلال الشهر باعوا هم باعوا 1000 وحدة باعوا 700 باعوا 950. هنا أريد أعرف سعر هذه الوحدات المباعة. بالأفرج الأمور أسهل راح تكون عدا عن لما نتحدث عن الفيرست إن أو الفايفو أو اللايفو. وننتبه للتواريخ بعدين. هنا 15 هنا 22 أي يوم الشراء هنا في بيع و 22 بعد الشراء هنا 21 22 اشترى يوم 29 باع 30. راح نجي هذه لها لاحقا. الأفرج متى باع؟ أول بيعة كانت يوم 15/9 بايع كم؟ بايع 1000 وحدة. هذه أريد أطلع قيمتها الآن بناء على فرضية الأفرج نعتمد على متوسط السعر. طيب هل نعتمد على متوسط السعر؟ عندي كم سعر هنا إلى يوم 15؟ عندي هذه الأسعار ثلاث الأسعار هذه الأسعار الثلاثة. هل أقول 22 زائد 24 زائد 25 راح يطلع لي 71 أقسمهم على ثلاثة؟ وهذا السيمبل أفرج. إحنا ما متحدث عن السيمبل أفرج لأنه يكون مضلل أحيانا خصوصا لما يكون عندي كمية كبيرة من منتج وكمية بسيطة من منتج فيكون الأهمية النسبية الوزن النسبي لل 22 أعلى من الوزن النسبي لل 25 لأن هنا ترفضها 550 وحدة وهنا ترفضها 1200. فنعتمد على الويتد أفرج. وين الويتد أفرج؟ نفس ما عملنا في الجدول السابق كمية في السعر راح يطلع لي قيمة المشتريات الأولى اللي هي 26,000 هذه موجودة معانا هنا حاطها في البالانس. ثم اشترينا 21 أضفناها 28 من وين جاي؟ 48 سوري 48 عبارة عن 26 السابقة 26,400 زايدا اللي اشتريناها اليوم 21,600 مجموع الاثنين راح يطلع لي 48. بعد ذلك يوم 15 اشتروا او هنا يوم 3/9 في البداية كان عندي مخزون ثم اشتروا وصار 48 ثم اشتروا 550 وحدة من 25 اي 13,000 فراح اضيف ال 48,000 هذه راح اضيفها الى اضيف لها 13,750 راح يطلع لي 61,000 او مجموع الثلاثة هذه القيم مجموع الثلاث القيم هي 61,000. 26 المخزون الاول زايدا كقيمة وليس ككمية زايدا 21 المشتريات اللي هي يوم 3/9 زايدا 13 مشتريات كلها صار مجموعها 61,000. هذا رصيد في المخزون كأني بتحدث عن الانفنتوري حساب الانفنتوري لما كان فيه 26,400 ثم اشتريت
ب21,600 ثم اشتريت ب13,700 كلهم مجموعهم 61,750. طيب ليش وقفت هنا؟ لأن في نفس اليوم هذا صار عندي سيلز، صارت عندي مبيعات، بعنا كم؟ بعنا 1000، بعنا 1000 وحدة هذه يوم 15/9. أرجع أحسب لها الأفرج، من وين راح أحسب الأفرج؟ مجموع 61,000، هذه 61,000 أقسمها على الكمية اللي اشتريتها، فأنا مشتري 1200 اللي هي قيمة 21,000، ومشتري 900 اللي قيمتها 24، كان عندي مخزون 1200 قيمتها 26، ثم اشترينا 900 وحدة اللي قيمتها 21، ثم اشترينا 550 على المجموع هذا كله، فبيصير عندي القيمة، أو ممكن أطلعها بشكل رياضي اللي هو ممكن نشوفها في هنا، 1200 في 22، هذا واحد، زايدا 900 في 24، زايدا 550 في 25، 25 وليس 52، كلهم أقسمهم على 22، كم وحدات، سوري الوحدات وليس الأسعار، على الكميات، على 1200 زي ما هي في الجدول الأزرق، زايدا 900، زايدا 550 وحدة. هذه ما تم شراء 22، السعر الأول في 1200، ثم 24 في 900، ثم 25 في 550، راح يطلع لي قيمة المشتريات الأولى مع قيمة المشتريات الثانية مع قيمة المشتريات الثالثة، أي كل اللي دفعته 61,000، أقسمه على دفعته في إيش؟ دفعته عشان أشتري 1200 مع 900، 2100، 2650، إذا راح أقسمهم على 2650، أقسم 61,750 على 2650 يونت، وهنا دولار، راح يطلع معي الأفرج تبعهم 23.30، الأفرج 23.30، إذن متوسط السعر اللي أنا مشتريه 23.30، طبعا راح يكون الأفرج في هذا الرينج، ما راح يكون أكثر من 25 ولا أقل من 22، مستحيل لو في غلط في الحسبة، عندي أقل سعر 22، أعلى سعر 25، it will be in that range between 22 and 25. إذن حددنا السعر اللي راح نبيعه، التكلفة هو 23، أضرب 1000 وحدة في 23.30 راح يساوي معانا 23,300. الآن نجي على الرصيد، 38 من وين جاية؟ احنا قلنا آخر شيء كان 61، باعوا الآن ما قيمته 23,300 اللي هو 1000 في 23، نقص من المخزون 23,300، 61,000 هذه، 61,000 ناقص ما بعناه اللي هو 23,300 راح يطلع معانا 38,450 بالأفرج تبع اللي هو 23 يوم 15/9. بعد ذلك اشتروا مرة أخرى، كان عندهم شراء يوم 21، آخر شيء البيع انتهينا منها، الشراء 600 من 27، 16,200. منين جاي الأفرج هذا؟ جمعنا الكمية الأخيرة اللي وصلنا لها قبل شوية اللي هي 38,000، بعد ما بعنا بقي في المخزون ما قيمته 38,000، اليوم اشترينا بلس اشترينا ما قيمته 16,200، راح يصير عندي 54,000، 54,000 تغير الأفرج، الأفرج بيكون متغير الآن بإضافة الفئة الأخيرة، الفئة الجديدة هذه اللي هي 16,000 أو 600،
27، اشترينا آخر فياس 127، وكان عندي الرصيد السابق 23 و300 إذا تذكرون، آخر شيء وصلنا له هنا اللي هو 23 و300. طيب من وين جاية ال 1650؟ احنا كان عندي المخزون كان كم موجود؟ قلنا 2650، هذه 2650 اللي هي من وين؟ من هنا بعنا منها 1000، فآخر رصيد كان باقي معانا للثمانية وثلاثين هذه هو 1650 وحدة، تكلفتها 38000. فهذه المتبقي معي 1650 وحدة، الأفرج تبعها 23. جاية الآن كمية جديدة 600، بتغير الأفرج 27، فبجمع الاثنين القيمتين مع بعض، هذه مع هذه، بقسمهم على 2250. من وين جاي 2250؟ مجموع الاثنين 1650 العدد الجديد الآن، قيمة الدفعة الأولى مع قيمة الدفعة الثانية تقسيم الدفعة الأولى مع الثانية مجموعهم، صار معنا 24900 أو 24.29 بيسا. هذا الأفرج. لما باعوا يوم 22.9، يوم 22.9 بايع، احنا انتهينا من حق 21، نروح ل 22 بايع 700، ال 700 على طول بضربها في 700، بضربها في الافرج تبعها ال 24900 تبعنا. اي عملية بيع تجي بعد الان راح استعمل ال 24.29، ما لم تأتي عملية شراء بيتغير الافرج زي ما عملنا هنا. فلو بعت مرة ثانية بعد ال 600 مثلا، بعت 200، بستخدم نفس الافرج نفسه ما راح يتغير، لكن اللي جاية بعدها عملية شراء وليس بيع. والبالانس من وين جاي؟ 37 الى 54 قيمة المخزون راح منها 17، اذا 54 ناقص 17003 دولار ناقص ال 54000 تبقى معانا رصيد جديد 37، هذا ما تبقى في المخزون. اشتروا يوم 29 اذا ما كنت غلطان، اشترى 800 من 28، اشترى 800 من 28، صار عندي قيمة المشتريات 22400، راح اضيفها الى المخزون السابق، المخزون السابق 1550 الافرج اللي وصلنا له 24 بلس البضاعة الجديدة سعرها، القيمتين مع بعض تمثل 60000، مجموع القيمتين مع بعض 2300، إذا نقسم 60 على 2300 و50 يطلع 25، 25.55 هذا قيمة الأفرج تبعهم اليوم. أي عملية بيع راح نعتمد على الأفرج. اشتروا راح نرجع مرة ثانية نضيف لل 2300 الكمية اللي اشتروها 700، راح تصير 3050، كم قيمة السابق مع الجديد، ونقسمها على مجموع الوحدات الجديدة. Alright. لكن هنا ما عملوا شراء، عملية بيع الأخيرة اللي هي يوم 30 باعوا، أكيد بعتمد على الأفرج اللي وصلت له في الأخير، آخر أفرج 25.55، 24000 قيمة البضاعة، تكلفة البضاعة المباعة راح نطرحها من 60000 ناقص ال 24 و270 72.5، راح نساوي 35. ايش ال 35؟ It represents the ending inventory، راح تمثل ال balance of ending inventory، رصيد المخزون ال ending inventory 35770 بالتقريب المخزون 35700 و70 هنا 74 بسبب الراوندنج التقريب، بسبب التقريبات، بس هي هذه القيمة في حدود ال 35770. صار عندي المخزون بهذه القيمة، سهل نطلع الكوست اوف جود سولد، واحنا اوريدي طلعناها لكل قيمة. ال 64000 هذه بتمثل قيمة ال 23000، قيمة ال 17000، قيمة ال 24000، هذه قيمة البضاعة المباعة اللي هي 64000، أو ممكن أطلعها من خلال
المشتريات المخزون اللي معاي زايدا المشتريات الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة، كل اللي اشتريته الأفيلابل 100,000، المخزون اللي متبقي 35، 100 ناقص 35 تساوي 64,000 كقيمة كوحدات، قلنا 4,050 الوحدات المشترى مع السابقة مع المخزون. باقي قال لي في المخزون في أول معلومة أن باقي 1,400، المباع هي 2,650 يونت مباعة ب 64,000، بغض النظر عن ممكننا مشترينها ب 22 24 25 حسب الأفرج اعتمدنا عليه. هذه بالنسبة للويتد أفرج، ونفس الشيء بالنسبة لو كانوا بيعتمدوا على البيردك. البيردك ما فيش عملية وراء عملية، ما فيش عملية شراء وانتهينا منها ونشوف الأفرج بعد كل، لا البيردك قلنا ينتظرون إلى نهاية السنة ويعملون الجرد ويشوف كم عنده. كان عنده 1,200 اشترى 1,850 صار كل اللي متاح معاه 4,050 وحدة، هذا الـ available inventory. دفع فيها 100,350، 1,200 كان سعرها 22 أو 21، هذه 22 وها ضربها في سعرها و 900 من 24 إلى آخرها، صار عندي كل القيمة 1,000 أو 100,000 ما يعادل 450 وحدة. إذا راح أقسم 100,000 على 4,050 وحدة يطلع لي الأفرج 24. 24 راح أضربه في 1,400 في الانفنتوري، وأضربه في المباعة 2,650. راح نضرب 1,400 في 24 طلع لي قيمة الانفنتوري، أضرب 2,650 في 24 يطلع لي قيمة الكوست أوف جود سولد. ما لنا علاقة بأبديت بعد كل عملية شراء كم الأفرج، بعد كل عملية بيع كم الأفرج، لا نحسب الأفرج at the end of the period. ليش؟ لأنه متحدث عن periodic system، نظام الجرد الدوري. بالبربيتشوال لا، ورا كل عملية بيع لازم نعمل أبديت للأفرج، سوري ورا كل عملية شراء. الفيرست إن فيرست أوت، الطريقة الثانية، الوارد أولا صادر أولا. هذه الطريقة تتعامل دائما مع المنتجات اللي هي الفرضية تبعها أنها تتلف بسرعة، مثل الألبان، مثل الأسماك، مثل الخضار. فما راح يبيع لك البضاعة اللي واصل اليوم وفي عنده بضاعة من أمس. حتى لما تيجي مثلا في البقالات، في المولات، في الثلاجة، بتلاقي المنتجات اللي هي حديثة داخل في الثلاجة، اللي هي من أمس وقبل أمس بتلاقيها مقدمها لقدام. ليش؟ لأنه بيمشي على فرضية الفيرست إن فيرست أوت. احنا بنمشي معاهم في الحسابات بهذه الفرضية، انهم بيفترضون ان المنتجات الاولى هي اللي تباع مش الاخيرة، وهذه قلنا المنتجات سريعة التلف. So that first in first او FIFO method assume that items are sold in the chronological order of their acquisition. زمنيا يتم بيعها على فرضية او الترتيب الزمني لها، اللي اشتريناها اليوم تباع اليوم، اللي اشتريناها باكر بعد بكرة او الاسبوع الجاي تباع الاسبوع الجاي. فما ببيع بضاعة الاسبوع الجاي جديدة وعاد عندي بضايع من الاسبوع اللي قبله. هذه الفرضية. So the cost of the oldest inventory items are charged to the cost of goods sold. الoldest الأسعار القديمة راح تكون لل cost of goods sold. ال cost of newest it will go to the ending inventory. الأسعار الجديدة اللي هي إذا افترضنا الأسعار دائما رايحة للصعود، الأسعار الجديدة بتكون في المخزون، لأن بنتحدث عن أن البضاعة المباعة الأولى هي الأرخص. ال oldest price الأسعار القديمة هي اللي للبضاعة المباعة، الأسعار الجديدة راح تكون لل inventory. طبعا على احنا بنفترض انها في تزايد، ممكن تكون في تذبذب ما فيش مشكلة. اذا the periodic and perpetual approach differ in timing of adjustment to inventory. The cost of goods sold and ending inventory cost are same under both approach.
في استخدام الفايفو راح يبقى النتيجة واحدة إذا كنا بنتحدث عن الـ cost of goods sold or inventory under periodic or perpetual system. First in first out نفس المثال السابق معنا، كان عندهم 1200 وحدة واشتروا ثم اشتروا اشترى ثم اشترى، هذا اللي عندنا. لكن قال لي انهم المتبقي في المخزون 1400، فالان المخزون من اي قيمة؟ اذا مشينا مع فرضية الفيرست ان فيرست اوت بمعنى ان البضاعة اللي بتجي في الاول هي اللي تباع، اذا بعنا هنا ثم بعنا هذه ثم بعنا، فبفترض اني بنزل نزولا من الاعلى للاسفل، بقيت عندي 1400. 1400 راح اصعد بها من الاسفل للاعلى للاندنج انفنتوري وليس للسولد. السولد هي من الاعلى للاسفل، الانفنتوري من الاسفل للاعلى. ايش معنى؟ معنى ان بنتحدث عن ان هذه بيعت هذه بيعت هذه، فالمخزون بيكون من وين؟ من اخر وحدات. كم المخزون؟ المخزون 1400 يونت. طيب راح اخذ اول مجموعة اللي هي 800، كم مشترينها؟ ب 28. ثم راح اصعد للفئة اللي بعدها اخذ كم فيها موجود؟ 600. هنا اكتمل العدد المطلوب 1600، مشترينها ب 27. طيب لو فرضنا انه كان هنا 500 مش 600، كانت 500 وليست 600، ايش اللي بيصير؟ باخذ ال 800 وباخذ ال 500 من الفئة اللي بعدها، وباخذ بطلع بعدين للفئة هذه وباخذ منها 100 اللي هي ب 25. هذا لو كانت، بمعنى ان راح اصعد 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 الى انا اوصل للعدد المطلوب. هنا صادفت معانا انها جاية في الفئتين مباشرة، في الفئة الاخيرة واللي قبلها، انتهينا من حاجتنا للصعود للفئة الثالثة. 800 من 28 هذه قيمتها، والستمية من 27 هذه قيمتها، اذا الانفنتوري هذه قيمتها وانتهينا. لو اللايفو، لو كانت بطريقة اللايفو وقعناها موجودة في الاخير، لكن ممكن ايضا نشيرها قبل ما نروح للسلايد الاخرى. لو اللايفو كم محتاج؟ 1400، فراح اخذ 1200 وبنزل باخذ 200 من 900، فراح يكون عندي 1200 في 22 و200 من الفئة الثانية اللي هي 24. ليش 200؟ عشان اكمل ال 1400. وباخذ الفئة الاولى كملت، ما اوكي ما كملت راح انزل للي بعدها، ما كملت راح انزل للي بعدها. هذا في حالة اللايفو. في حالة الفايفو راح اخذ الفئة الاخيرة مع سعرها، كملت كان بها، ما كملت. طيب لو كان المخزون عندي 700 بس، باخذ 700 من ال 800. لو كان عندي لينج انفنتوري مش 1400، 700، راح اقول 700 في 28 انتهينا. لكن 1400 اذا راح اخذ 800 باقي ناقص من 1400، اشوف اللي بعدها فيها 600، 600 زائد 800 1400، اذا جينا مباشرة على حاجتنا اللي هي 1400. لو قلنا كانت هنا 500 راح اصعد واجيب، وممكن يكون المخزون فئة واحدة او فئتين او ثلاث او اربع او خمس او الى ان اكمل العدد المطلوب. اذا حددنا قيمة المخزون، هذه قيمة المخزون 26 و22000 اي 38 مجموعهم 38، اوريدي هنا السهم موجود معنا. اذا 100000 التوتال جودز افيلبل فور سيل، كل المشتريات مع المخزون القديم 100000، المخزون قيمته 38، اذا المتبقي بيمثل الكوست اوف جودز سولد. هذه في الفايفو. اللايفو again the LIFO method assume عكس هنا، that the newest items are sold first. newest sold first، البضاعة اللي جاية في الأخير هي اللي تباع الأول، leaving the older as inventory in the inventory. so the cost of newest inventory items are charged to the cost of goods sold. تكلفة البضاعة الجديدة هي بتمثل تكلفة البضاعة المباعة، لأننا بنتحدث عن last in first out أو LIFO، آخر بضاعة وصلت هي أول بضاعة بتباع. هذا إحنا تحدثنا عن الفايفو، قلنا
في المنشآت اللي هي سريعة تلف منتجاتها. الآن نجي على المنشآت الثانية اللي هي منتجاتها تأخذ زي الحديد أو الإسمنت أو غيرها من يعني الوقت ما بيأثر عليها بشكل سريع، فممكن تكون عندي كمية واصلة اليوم ممكن أبيعها، ما أروح أخذ البضاعة تبع أمس أو قبل أمس أو قبل، ممكن حتى وهي في الشاحنة يجي لي الزبون أقول له هذه بضاعة الآن واصلة، بدل ما أنزلها وترجع أنت تشحنها خذها، أو ممكن أقول له روح في الميناء موجودة الآن واصلة بتنزل خذها، فممكن أبيع آخر بضاعة واصلة. وبالتالي نتحدث عن الأسعار الحديثة الجديدة، وكنا في حالة تضخم بتكون الأسعار الأعلى. So the cost of oldest، الأسعار القديمة راح تكون لل ending inventory. هذه الفرضية الأخرى LIFO. Unlike FIFO, using LIFO method may result in cost of goods sold and ending inventory cost that differ. بعكس الفايفو هنا راح يكون في اختلاف بين البيريدك والبيربيتشوال ابروتش. بالبيريدك سيستم زي ما قلنا قبل شويه كان عندهم كم 1400، فبناخذ 1200 وبننزل بناخذ 200. اللاست ان فيرست اوت، اخر بضاعه وصلت هي اول بضاعه بيعت، فبعنا بعنا بعنا في كل بيع من الاخير. المخزون من البدايه من الانفنتوري بيجنينج انفنتوري واحنا نازلين، فاخذنا ال 1200 ثم اخذنا ال 200 اللي هي من الفئه الثانيه، هذه سعرها 24، الفئه الاولى سعرها 22، صار هذا قيمه المخزون. اذا 100000 ناقص ال 31 طلعت معي الكوست. بمعلوميه الاندنج انفنتوري نقدر نطلع الكوست مباشره. هذه في حاله البيريدك. وهنا عندنا try use the FIFO LIFO and weighted average. What's the ending inventory? Or assume the common use the period inventory. Calculate the ending inventory and cost of goods sold. كم عندهم اليونت؟ 600 وحدة اشتروا اشتروا اشتروا. هنا بايع في 5 مارس 14. أيوة هذه قيمة أو الوحدات المباعة. كم عندي؟ 1100 و1200 2300 مباعة. وهنا المشترى مع المخزون 600 1200 2000. هنا في غلا وناقص السؤال. طبعا التوتال هنا 2000 اللي موجود معاهم واللي باعوها 2300 مش عملية. فال beginning inventory ألف وحدة أو 1000 جالون at $7. راح نكون نتحدث عن 1000 وحدة هنا موجودة من البداية سعرها 7، بيصير الإجمالي المتاح 3000، بايعين 2300 أوكي، فـ700 وحدة هي المطلوب إيجادها كقيمة الانفنتوري. وبعدين نطلع الكوست أوف جودز سولد. من وين راح أطلع الأفيلابل؟ الأفيلابل هي 3000 كقيمة، كسعر راح أضرب 600 × 7 والـ1000 × 7 راح تطلع معي القيمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. التوتال مالهم راح يمثل التوتال إجمالي التكاليف، جزء منها راح يكون الانفنتوري وجزء منها راح يكون الكوست اوف جودز سولد. الانفنتوري كم بتكون؟ 3000 افيلبل، باعوا 2300، 700 يونت. 1400 انا بتحدث عن 700. هل اخذها من الاسفل؟ هل اخذها من الاعلى؟ هل اخذ الافرج؟ الثلاث الطرق مطلوبة. حاولوا في هذه المسألة. لاست لايفو ايضا بالبيربيتشوال، نفس مسألتنا السابقة لو كنا بنعتمد على البيربيتشوال سيستم. These are the oldest unit inventory. اوكي البيع متى صار؟ يوم 15. هنا عندنا كم؟ يوم 15 الى هنا افترضنا انه ما كان عندي شيء 21، لما باعوا يوم 15 بيبيع ال 550 وبياخذ 450 من ال 900 من الفئة هذه اللي هي سعرها 24، فبيبيع هذه ال 550 كاملة وبياخذ 450. ليش؟ عشان يكمل ال 1000.
هذه لما جينا نبيع هنا تعال 550 اللي هي سعرها 25 وصعد للي فوق اللايفو احنا من الاسفل للاعلى اخذت 900 زيادة عن حدي انا اللي اريدها 1000 فراح اخذ حاجتي منها 550 ناقص 1000 باقي 450 اذا راح اخذ 450 في سعرها اللي هو 24 صار عندي قيمة البضاعة المباعة الكوست اوف جود سولد 24550 وراح تطرح طبعا من 61000 هذه ناقص 24550 اللي بيبقى معانا هذا الرصيد في المخزون. بعدين مرة ثانية قال لي انهم بايعين البيعة الثانية كم كانت 700 كم باقي معانا احنا لا ننسى ان باقي معي 1200 وباقي 450 واشتروا البيعة الثانية يوم 22 ايوه اشتروا 600 فبيبقى معانا الوضع كالتالي 1200 السابقة الانفنتوري ما غيرنا هذه باقي 900 والستمية اللي اشتروها يوم 21 هذه الاسعار التوتال معهم 26000 ناتج 1200 في 22 وبعدين الدفعة الثانية اللي هي 10000 اضيف هل 26 تساوي 37 الثالثة اضيف هل 37 تساوي 53 لما بعنا يوم 29 بايعين 700 فرح ياخذ اول شيء اخر دفعة لي 600 27 وبيصعد تكملة 700 باقي لنا 100 فرح ناخذها من الفئة هذه لو هنا 50 باخذ 50 وبطلع من هذه وباخذ 50 لو في الفئة الثانية 50 اقعد اصعد الى ان احصل المطلوب 600 في 27 و100 في 24 من السعر الأخير ومن السعر ما قبل الأخير قدرت أوفر تكلفة البضاعة هذه المباعة لي 700 وحدة 18000 إذا 53000 ناقص قيمة البضاعة اللي بعناها 28600 هذه قيمة المخزون اللي عندنا إيش اللي باقي هنا بعنا 600 وبعنا 100 باقي 350 1200 و350 واشترينا ب 800 صار عندي المخزون بهذا الشكل لكن المبيعات اللي بعناها الأخيرة 950 إذن راح ناخذ 800 ونصعد ناخذ 150 عشان نكمل 950 أخذنا 800 وأخذنا 150 من الفئة اللي قبلها اكتمل عدد 950 صار cost of goods sold 26000 ما قيمته المخزون 31 اللي هي 57 ناقص 26000 31000 هذه تكلفة البضاعة المباعة وبالنسبة لي after the sale there will be 1400 منين 1400 1200 والمئتين المتبقية من 350 لأن أخذنا منها 150 فباقي هذه السعرين بالنسبة للإنفنتوري أو ممكن نطلعها بالطريقة قلنا الاختصار هذه بالنسبة للأخير الكوست اوف جودز أو الإنفنتوري 31000 ناقص 100000 تطلع معانا الكوست اوف جودز سول 69000 وان ذا برايس ار ريزنج لما تكون الأسعار في تزايد وهذا قلنا في مرحلة الإنفليشن التضخم الماتش لور price or older cost with current higher sale inventory is valued at approximate replacement cost result in higher taxable income في العادة يفضل استعمال اللايفو في حالة زيادة في الأسعار match higher أو newer cost with current higher sales راح تقارن الأسعار الجديدة اللي هي تكلفة البضاعة المباعة تكون أغلى مع الأسعار البيع اللي هي الأغلى يكون فيها شيء من التجارب في من ناحية الماتشينج برينسيبل الانفنتوري از فاليود ات ذا
older or lower price الأسعار القديمة أو الأقل، وبالتالي result in lower profit and taxable income راح يكون أقل، فراح يكون أوفر بالنسبة للشركة أن تستعمل اللايفو في حالة التضخم، في حال زيادة الأسعار، حكم أنها راح تأخذ آخر الأسعار اللي هي أعلى غالية تقارنها مع المبيعات، فالربح راح يكون أقل، قل الربح راح يقل معه الضريبة. Decision maker perspective here factor influencing method choice، على أي أساس نعتمد على الطريقة؟ How closely do reported costs are reflect actual flow of inventory؟ ذكرنا احنا نحاول نستخدم الطريقة اللي تتماشى مع الـ actual flow. الـ actual flow اللي هو إذا كانت المنتجات تتلف بسرعة أو ما تتلف بسرعة، إذا كانت منتجات مثل الألبان والحليب وغيرها أو مثل الإسمنت وحديد وغيرها. How will our costs match against the related revenue؟ أيضا في مسألة الإيرادات والمصاريف، الكوست مع الريفينيو اللي شفناها هنا، في حالة أن نوفر في حالة التضخم نستعمل اللايفو. How are income tax affect by inventory method choice؟ نفس الكلام، كيف ممكن يتأثر الدخل الخاضع للضريبة باعتماد على الأفريج أو اللايفو أو الفايفو. الجزئية الأخيرة كالعادة نأخذ الـ inventory management. أخذنا في الفصل اللي فات موضوع الـ account receivable management، تحدثنا عن الـ receivable turnover، اليوم نتحدث عن الـ gross profit ratio اللي هي الـ gross profit على الـ net sales بس كنسبة. The higher the ratio the higher is the markup company is able to achieve on its product، كل ما زاد طبعا النسبة كل ما بين أنه راح تحقق ربح أعلى. الـ inventory turnover الـ cost of goods sold divided by الـ average inventory. الـ average inventory عارفين أنه هو الـ beginning زائد الـ ending على 2. الـ inventory turnover اللي هو دوران المخزون، وممكن أيضا نقسم 365 على الـ inventory turnover يطلع لي الـ days of inventory، كم يوم يقعد المخزون معانا لكي يتحول إلى. فهنا ايضا ممكن نطبق هذه calculate the gross profit ratio inventory turnover ratio and the average days of inventory for two companies. عندي beginning balance and ending balance، بالنسبة لي beginning هذه ما بحتاج له ولا هذه ما بحتاج لهم، ليش عطي لي سنتين؟ عشان beginning of inventory والending inventory، beginning والending. بنحسب gross profit عارفين اللي هو السيلز ماينس الكوست، نحصل على الجروس بروفيت، نقسم الجروس بروفيت على السيلز. الانفنتوري تيرن اوفر زي ما قلنا قبل شويه هذه قانونها، الكوست اوف جودز سولد على الافرج انفنتوري، كوست اوف جودز سولد على الافرج انفنتوري يطلع لي الانفنتوري تيرن اوفر. حبيت تطلع كم يوم قسم ال 365 على التيرن اوفر، على النسبة اللي بتطلع معاك تطلع نتيجة النسبة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.